أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المؤمنين والمؤمنات، عنوان هذه الموعظة المتواضعة: ما ينبغي في عاشوراء وما لا ينبغي. تعرفون رحمكم الله أننا لازلنا نعيش مع الأشهر الحرم المتتابعة، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وآخر ما ختمت به ونحن في المحرم هو يوم عاشوراء. هذا اليوم الذي عظمه الله تعالى وشرفه وأعلى ذكره، ودليل ذلك ما ورد في الحديث الذي معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إلى المدينة وجد أهلها ولا سيما اليهود منهم يعظمون هذا اليوم، فسألهم عن ذلك فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى ونحن نعظمه حمدا لله وشكرا له على ذلك. فهو إذن يوم نجى فيه الله تعالى نبيا من أنبيائه الصالحين من فرعون وجنده، بل ورد أن كثيرا من الأنبياء فرج الله عنهم في هذا اليوم المبارك. وذلك ما يشير إليه الإمام محمد بن سعيد السوسي في منظومة المقنع عندما قال: وقائلا هنا فيه الكريم موسى، ثم ذكر غيره: وقائلا هنا الكريم موسى فيه، وقائلا هنا الكريم بؤسا فيه الخليل والكليم موسى، آدم داود ابنه إدريس، أيوب يونس ونوح عيسى. وما شرع في هذا اليوم؟ أولا الصيام، ففي نهاية الحديث السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام صام هذا اليوم وأمر بصيامه، والأمر الذي استقر عليه الشأن في الإسلام أنه يستحب أن يصام تاسوعاء مع عاشوراء، بل يستحب الصيام في كل هذه الأيام العشر من بداية المحرم إلى العاشر منه. ثانيا، إن وسع المسلم على عياله في هذا اليوم وأكرمهم فيه فلا إشكال، دون أن يعتقد أن هذا خاص بيوم عاشوراء. ثالثا، الصدقة على المساكين اغتنام لأجر العمل في يوم عظيم عند الله. رابعا، يجب أن نتجنب بعض الأعمال المنكرة والعادات القبيحة التي تسربت إلى مجتمعنا، كإشعال النار والرش بالماء وضرب المارة بالبيض الفاسد والصالح والأوساخ وما يتبع ذلك من أعمال تغضب الله وتضر بالناس في ممتلكاتهم وطرقهم، فذلك مما يفعله السفهاء. فاتقوا الله معشر الإخوة والأخوات، وافعلوا ما هو مطلوب منكم، وامتنعوا مما ذكر مما لا ينبغي، وامنعوا منه أبناءكم، واضربوا على أيديهم بقوة إن لم يرتدعوا، فإنكم إن لم تفعلوا
فقد أسأتم وظلمتم، ويجب علينا أن نمتثل ما أمره الله وننتهي عما هو ظلم وفساد في المجتمعات. وعلى السلطات كذلك أن تقوم بواجبها في هذا المجال، وأن تنهى عن المنكر، وتنصف الناس يعني المظلومين في ممتلكاتهم وفي طرقهم وفي ملابسهم، لدرجة أنهم في هذا اليوم يمتنع البعض عن الخروج باستمرار حتى لا يصيبه الأذى. فلا يجب أن نصل إلى هذا المستوى، علينا أن نحترم ما يجب أن يحترم. وجزاكم الله خيرا وإحسانا، وتقبل الله منا منكم صالح العمل، ونجانا وإياكم من فاسد الأعمال والأقوال. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الرحمة وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.